النجم الكبير من نجوم النادي الاهلي الفوقين اللي قدر يحرز العديد والعديد من الالقاب مع فريق النادي الاهلي، ولاعب كان مهم جدا في خط هجوم النادي الاهلي، وكل جمهور النادي اكيد عارفه كويس جدا ومتذكره كويس جدا ومتذكر اهدافه بشكل كبير جدا جدا. طبعا كابتن احمد كشري بينورنا وشرفنا في الاستوديو. كابتن احمد منورنا حبيبي امير. انا اللي سعيد ان انا معاك، وكل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير ورمضان كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس كويس. تقيم تجربه الترسانه ازاي؟ انا عارف خلاص ان انت تركت تدريب نادي الترسانه، تقييمك لهذه التجربه من وجهه نظرك. والله تجربه الترسانه الحمد لله بالنسبه لي تجربه مهمه ومن اهم التجارب ليا في حياتي، لان من اهم التجارب. طبعا نادي كبير ونادي جماهيري ونادي ليه تاريخ وخد بطولات دوري وخد كاس، فاكيد حجم النادي وحجم التجربة الحمد لله تجربة كانت مهمة، وكانت يعني قاب قوسين أو أدنى أن هي تكلل بنجاح، خاصة أن احنا كنا فريق مميز جدا في النتائج بتاعتنا، في أسلوب لعبنا كانت فرقة بتلعب كرة هجومية كويسة قوي، بنوصل الجون أكتر من أي فريق في المجموعة بتاعتنا أو المجموعة التانية، أقوى خط دفاع على مستوى الثلاث مجاميع، تاني أقوى خط هجوم، كان الفريق فيه مزيج من الشباب والخبرة. لا عملنا موسم كويس قوي، ويعني أنا شايف أن عدم التوفيق، ما كانش فيه توفيق معنا في المباراة الأخيرة، وخاصة المباراة الأخيرة دي مباراة اللعيبة. يعني لما توصل لمرحلة أن أنت خلاص بتلعب آخر 3-4 ماتشات عشان تصعد، هنا بيبان بقى نوعية اللاعب وشخصية اللاعب في الملعب، وبيستحمل الضغوطات ولا لا، عنده إصرار على الفوز ولا لا، بيعرف يعني يلعب مباراة في أجواء صعبة ولا لا. فطبعا الحاجات دي ممكن كان معايا لعيبة لسه، احنا كنا في أول سنة مع بعض، في لعيبة يعني تأثرت بالضغوطات شوية، زائد ان فعلا احنا يعني مش عايز اقول غير ان التوفيق فعلا ما كانش معانا، بدليل ان احنا كسبنا الفريق اللي صعد اللي هو اف سي مصر، وكانت كورتنا اعلى منه بكتير جدا، وكسبناه، وهو كان بعد كده بعد ماتشنا لما كسبناه كان التوفيق معاه جدا، يمكن كسب 6 ماتشات في الوقت الضايع فعلا. فطبعا دي كانت غريبه قوي، يعني ان التوفيق يبقى مع فريق في اكتر من ماتش، واحنا المباريات اللي هي عايزين نكسبها ضاغطين فيها 90 دقيقه والكره عماله تيجي في العارضه ومش عايز تيجي. هل ممكن يكون في اسباب اخرى بتعيق نادي الترسانه على التاهل للدوري الممتاز، وخصوصا ان احنا اخر 3 مواسم بالتحديد بنشوفهم خلاص بيوصلوا للاخر خالص، اخر مباراه اللي ممكن توديهم الدوري الممتاز ما يصعدوش، هل في اسباب اخرى في بعض الامور اللي ممكن تعطل نادي الترسانه على تحقيق حلمه وهدفه بالتواجد بالدوري الممتاز، وخصوصا ان هو نادي كبير وتاريخي يعني في الدوري المصري يعني؟ والله يا امير بص، يعني انت عندك ميزه وممكن تبقى في نفس الوقت ضغط على اللعيبه، اللي هي عندك ميزه الجمهور، جمهور نادي الترسانه جمهور كبير وبيحب فريقه جدا، وجمهور مميز، يعني ناس انا كنت سعيد جدا بجمهور الترسانه وتشجيعهم ووقوفهم ورا الفريق. لكن في لعيبه ما بتعرفش تلعب في الجيل الحالي ده تحت ضغط الجمهور، او ان هي حاسه ان هي بتلعب في نادي جماهيري، فتلاقي اللعيب احيانا ينزل الملعب، يعني في اخر 3 مباريات في لعيبه تحس ان هي مش قادره تشيل رجليها من الضغط، ومش لعيب واحد، عارف لو بتتكلم في لعيب ولا 2 تقول ده حاله، لكن تلاقي 5-6 لعيبه مش في حالتهم، احنا متسيدين اللقاء زي ماتش النصر الاخراني حاطينه 90 دقيقه في ال 18، اللعيبه خايفه، مضغوطه، نفس الحكايه في مباراه القناه، بلاعب فريق القناه فريق كبير وفريق امكانياته اعلى مننا الماديه، 90 دقيقه احنا مسيطرين على المباراه، من اول 3 دقائق كورتين في العارضه وانفرادات، والشوط الثاني مضيعين اكتر من واحده، لو واحده جت فيهم جون كان نادي الترسانه كان وضعه اتغير. ف يعني انا شايف ان التوفيق كان ما كانش معانا في الفتره دي، و يعني دايما بنقول يعني ان احيانا الجماهير بتبقى
ميزه واحيانا بتبقى ضغط على اللعيبه. يمكن في الجيل الحالي قبل كده كانت ميزه، كانت ميزه طبعا، كان في شخصيه يعني اللعيب قويه يقدر يستحمل الضغوط. فانت النهارده بتتعامل مع لعيب الشخصيه بتاعته ايه. زمان ايامنا احنا كنا بنلعب ممكن الاستاد مليان 100,000 ضدنا حتى، وتلعب وتكسب وتروح تلعب الاسماعيلي في اسماعيليه تكسبه، وتلعب المصري في بورسعيد تكسبه. اللعيبه اللي موجوده في الجيل الحالي بقى لهم مثلا فتره طويله مش واخدين على الضغوطات دي، وان كان الجماهير بتاعتنا بصراحه ساعدتنا في المباريات اللي دخلت فيها المباريات، لكن انا بتكلم على شخصيه اللعيب. شخصيه اللعيب هنا بتبان، يعني يقدر يلعب في اجواء صعبه. دي هي يمكن انا شايف ان هي دي يعني الفيصل في الموضوع. وانا ذات نفسي يعني مش هضحك عليك، يعني لحد النهارده لما بقعد وقعدت مع رئيس النادي بقول ليه دايما نادي الترسانه بيجي في الاخر ويحصل معاه كده، وحصلت معايا وحصلت مع المدرب اللي قبلي وحصلت قبل كده مع الكابتن عبد الرحيم. فمش عارف يعني اتمنى يكون وارد، واكيد يكون في بعض الاسباب اللي لازم مجلس اداره نادي الترسانه يكون واخد باله منها ولازم يشتغل عليها في خلال الفتره الجايه عشان نشوف بقى نادي الترسانه يرجع زي زمان في بطوله الدوري، يعني ده شيء مميز في الحقيقه. والله يا امير برضو احنا برضو عشان الناس تبقى عارفه، انت كنادي الترسانه النادي الوحيد الجماهيري اللي في وسط اربع فرق معاك شركات، يعني نادي القناة شركة، نادي اف سي مصر شركة، سيراميكا شركة، كوكا كولا شركة، انت النادي الوحيد الجماهيري. فانت بتلعب تحت ضغط اكتر منهم. عندك مواقع اعلامية كتيرة جدا بتتكلم على الفرقة وبتتكلم على اللعيبة، بيبقى في تركيز مع نادي الترسانة عشان اسمه طبعا وتاريخه بالظبط. في لعيبة بتتأثر بالكلام ده، احيانا بعض المواقع تبقى معاك وفي مواقع ضدك، وممكن ما تكونش ضدك انت كمدرب او لاعب، ممكن تبقى ضد المجلس مثلا، تلاقي بتتكلم عكس اتجاه يعني، فده اللي بيبقى ليه تاثير. وان كان انا ما يخصنيش يعني العلاقه بعض اهداف كابتن احمد كشري طبعا، اهداف كل جمهور النادي الاهلي ما ينساش. اتفضل كابتن كمل. فطبعا الحاجات دي كان بيبقى ليها تاثير على اللعيبه، لكن بنقول برضو دي كره قدم، ووارد ان انت تعمل كل حاجه في الكوره وما توفقش. النادي الاهلي، النادي الاهلي ونادي الزمالك النهارده بينافسوا على بطوله الدوري. النهارده الاداء مش كويس من الفريقين بالظبط، فده ايه برضو من الضغط، فلازم الناس تفهم كده، يعني مش فرقه الترسانه بس، اكيد النادي الاهلي هو اكبر نادي في الوطن العربي وافريقيا، ونادي الزمالك اداء بتاعه مش كويس لان اللعيبه بتلعب تحت ضغط، فاحيانا اللعيب لما بيبقى تحت ضغط ما بيأديش. طيب احنا بنشوف بعض الاهداف للكابتن احمد كشري، اهم الاهداف او اغلى هدف انت سجلته في مسيرتك مع النادي الاهلي يا كابتن كان ايه؟ والله انا سجلت مع الاهلي اهداف كتير الحمد لله مؤثره، يعني يمكن الهدف اللي جبته في نادي الاتحاد السكندري في سنه 98 خدنا بيه الدوري، كان في اسكندريه واحرزت هدف، والهدف ده خدنا بيه الدوري، من الاهداف طبعا المؤثره جدا. ليه اهداف جميله مع النادي الاهلي وليها تاثير، يعني دي بطولة عربية، أول أهدافي في البطولة العربية دي كانت في تونس، والماتش اللي قبله اللي جيب الهيد ده كان مباراة مع الشباب السعودي في السعودية، كان جماهير مصر زي ما انت شايف كانت مالية المدرج. فاحنا أيامنا كانت جميلة، وكنا الحمد لله كلعيبة، لا كان عندنا لعيبة كتيرة كويسة قوي، ولعيبة عندها شخصية. يمكن لسه بتكلم معاك، اللعيبة اللي بتلعب تحت ضغط الجمهور، احنا قال لي مباراه كان بيجي لنا 40 و50 ألف، ده لما يكون الماتش يعني ما فيهوش جمهور بالظبط. النهارده اللعيب لما بيشوف 50 60 واحد في المدرج لان الجيل الحالي في الحقيقه ما تعودش على تواجد الجماهير بسبب الظروف الكتيره اللي تعرضنا ليها، البلد تعرضت ليها او الرياضه المصريه بشكل عام خلال السنوات الكتيره الماضيه، وده ممكن يكون اثر بشكل كبير على اللاعبين. طيب الفتره الجايه كابتن احمد كشري بتفكر في ايه؟ اكيد في بعض العروض اللي ممكن تكون جايه لك، اتجاهاتك ايه او اهدافك هتكون ماشيه ازاي في دراسه هذه العروض والموافقه على بعضهم او احدى هذه العروض يعني؟ والله الحمد لله اميره مش هضحك عليك، يعني الحمد لله جالي عروض كتيره، وبشكر الانديه اللي هي يعني كلمتني او عرض اسم ان انا اجي لهم. بس انا ببقى عندي اختيار، طبعا انا عايز الافضل، يعني انا عايز النادي الافضل من ناحيه الطموح رقم واحد، ان يكون نادي عايز يصعد، ان يكون نادي عنده امكانيات، لان الكوره النهارده برضو محتاجه امكانيات. الانديه اللي بتصعد دلوقتي انديه امكانيات، لو بيتوفر الطموح رقم واحد
والامكانيات رقم اتنين. انا ما عنديش مانع ان انا اروح الانديه دي، لكن انا بحب الاستقرار، بحب الاجواء تبقى في النادي كويسه. ما احبش ان في بعض الانديه بتكلمني تقول لي الامور عندنا كويسه واللعيبه ملهاش مستحقات، وتفاجئ ان انت بعد ما يتكلموا معاك اول لعيب يتصل بيك من الفريق او اداري يقول لك لا ده احنا لينا فلوس لينا ولينا ولينا وفي مشاكل. فطبعا بضطر ان انا اعتذر. فاتمنى ان الاقي النادي اللي يعني او معنى صح اللي عنده الطموح اللي انا عايزه. وانا من المدربين الحمد لله الطموحين جدا اكيد، ويمكن الحمد لله ليا تجارب مهمه والحمد لله كانت مؤثره، زي تجربه النصر التعدين. كان فريق زي ما انت عارف النصر التعدين كان ظروفه كانت صعبه جدا، ولما مسكت النصر التعدين وهم كانوا يعني كانت مصر كلها بتقول ان هو اضعف فريق، قدرنا ان احنا نكسب فرق كبيره زي بتروجيت ووادي دجله والشرقيه والداخليه، وكسبت مدربين كبار يعني. وتجربه طبعا منتخب جيبوتي اللي انا خضتها ولعبت تصفيات كاس العالم. البعض استغرب من التجربه دي شويه يا كابتن احمد. والله التجربه دي تجربه مهمه جدا. بتقيمها ازاي انت او شايف ان هي كانت خطوه مفيده بالنسبه لك؟ طبعا طبعا. دي فرقت معايا في التدريب اكتر من 10 15 سنه. والله؟ طبعا. لان انا رحت في اجواء يعني صعبه، انت بتتكلم على منتخب ضعيف او بداياته لسه في الاول. قدرت الحمد لله في فتره بسيطه ان انا اخلي الانظار تلتفت لي في افريقيا، قدرت ان انا اكسب فرق في افريقيا حجمها اكبر مني بكتير جدا زي منتخب السودان، لعبت مباريات مع منتخب زامبيا كان ماسكو هيرفي رينارد كان بيكسبني بالعافيه 2-1، تعادلت مع كينيا مباراتين، لعبت مصر في تصفيات كاس العالم ومباراه كان منتخب مصر كان واخد امم افريقيه 98 والناس كلها اشادت 98 لا 2008 قصدك سوري 2008 2008 98 ده زمان كنت انت لسه لعيب كوره 2008 صح صح انا رحت 98 2008 وعملنا مباراه كبيره والناس اشادت بالفريق بتاعي، ورغم ان هو كان فريق كان يعني نتائجه قبل كده كانت ضعيفه، وجالي منتخبات كبيره، جالي منتخب كينيا ومنتخب اثيوبيا، ولكن انا قلت ارجع مصر وامسك فرقه في الدوري الممتاز. فجيت اتصدمت بقى في اللي بيحصل في مصر وان الامور في الدوري الممتاز ماشيه غلط، يعني ماشيه بقى بالعلاقات وماشيه بحاجات تانية. انا اسف ان انا اقول كده بس دي حقيقه، يعني تلاقي المدرب او يعني بعض مجالس الادارات تلاقي ما بتفكرش يعني اللي قدام. خلاص في مدربين اشتغلوا كل واحد خلاص السي في بتاعه بقى معروف، اشتغلوا وما نجحوش، اشتغلوا وما نجحوش، انا مش عايز النهارده ماسكين فريق وبكره ماسكين فريق تاني وبعده ماسكين فريق تالت في نفس الموسم في بطوله الدوري او نفس الموسم الكروي في مصر. يعني ده حاجه غريبه ودي في الحقيقه حاجه سلبيه جدا في الكره المصريه، واكيد نتمنى لاتحاد الكره المصري ان هو يحط لوائح خلال الموسم الجديد ان اي مدرب ما يحقش ليه غير ان هو يمرن فريق واحد بس في الموسم، لان احنا بنشوف امور بصراحه غريبه جدا ما بنشوفهاش غير في الدوري المصري. ممكن المدرب يمسك ثلاث واربع فرق في الموسم الواحد، يعني في اكتر من مثال هذا الموسم، فده بيبقى شيء سلبي ومش في صالح الكره المصريه اطلاقا. يعني اكيد تتفق معايا. والله طبعا يا امير، انا يعني انا بستغرب زي الناس، يعني مدربين كتير بنقعد مع بعض اللي يعني ما تعرفش ايه المقياس. يعني النهارده انت كمدرب بتاخد مدرب عندك ممكن يكون ما نجحش مع الفريق او المناخ اللي موجود ده مش مناسب ليه، تلاقيه راح حته ثانيه ومسك نادي اكبر ويبقى ماسك نادي اصغر يروح للاكبر والاكبر ويفضل الحلقه بتدور حوالين ناس معينه اسماء معينه، في حين ان الاجيال اللي طالعه اجيال كويسه جدا. يعني النهارده شوف انت بتتكلم مثلا، شوف اياد جلال مدرب عامل ازاي، شوف عماد النحاس عوده يعني مدربين الشباب اللي طلعوا عملوا يعني عملوا نتائج كويسه جدا. ليه؟ لان احنا عصرنا مدربين اجانب، اخذنا دورات تدريبيه متقدمه مع خبراء المان مثلا انجليز الناس دي ما عاشتش الكلام ده اللي قبلنا. فبالتالي انت عندك عندك درايه وعندك خبرات او عندك الحديث في كره القدم في التدريب. بالزبط. انا من المدربين اللي ما بسيبش حاجه دورات تدريبيه الا لما اروح اخدها وحتى لو استفاد معلومه صغيره. لان كل يوم طول ما احنا عايشين طول ما احنا بنتعلم وكل تجربه بتفرق معاك. لكن الامور في مصر مختلفه يعني بصراحه غريبه، ويمكن ده اللي خلاني انزل امسك في الممتاز بيه. انا كنت ممكن اقعد واقول لا انا همسك في الدوري الممتاز
رغم انها تجربتي نجحت 100% مع النصر التعدين اكتر من مدربين في موجودين وكانوا ماسكين فرق كبيره، بدليل ان انا مسكت النصر التعدين يعني بعد 23 ماتش كان عندهم 9 بونت. اول 6 مباريات ليا انا كسبان 4، وكسبان مين؟ وادي دجله كان معاهم احمد حسام بيدو، كسبان بتروجيت الكابتن حسن شحاته في ملعبه، كسبان الداخليه في الداخليه كابتن اشرف قاسم، كسبان الشرقيه كابتن عماد النحاس، كسبان جيش، كسبان مكيده الاتحاد 2-0، كسبان فرق كبيره جدا، حجم الفوارق بيني وبينهم في كبيره، امكانيات كبيره في لعيبه وامكانيات وتاريخ، ومع ذلك الامور ما اعرفش يعني في حاجه غير طبيعيه موجوده هنا في مصر بيقاس عليها المدرب. يعني ده في الحقيقه شيء سلبي، نتمنى ان الكره المصريه تتخلص منه خلال المواسم المقبله بالتحديد، واكيد نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك المقبله كمدرب ان شاء الله كابتن كشري. لكن خلينا بقى نتكلم عن بطوله الدوري المصري هذا الموسم ورؤيتك التحليليه للبطوله بشكل عام. رايك ايه في الموسم الكروي في مصر بالتحديد فيما يتعلق ببطوله الدوري الممتاز؟ هل شايف ان البطوله فنيا كويسه، فيها اثاره، فيها مستويات مرتفعه مثلا عن المواسم المقبله؟ رؤيتك بشكل عام وتقييمك لبطوله الدوري هذا الموسم. والله بص، هو الدوري في اثاره، موجوده اثاره دلوقتي في الدوري يمكن عشان الفوارق بقت قريبه قوي. تمام. لكن فنيا لا، الدوري السنه دي فنيا انا مش شايف ان النادي الاهلي بيقدم الاداء بتاع النادي الاهلي، وده غصب عن اللعيبه والجهاز الفني او الاجهزه اللي مسكت النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بدا الموسم ببطوله افريقيا والضغط في المباريات بتاعه بطوله افريقيا مع الدوري، فالاهلي كان مظلوم جدا في بداياته، يعني الاهلي كان بيلعب مباراه كل تقريبا 3 ايام بيلعب مباراه او 4 ايام، فبالتالي بدا يحصل اصابات كثيره للعيبه، بدا النادي الاهلي يتعطل في مسيرته في الاول في الدوري، الزمالك لعب ماتشات اكتر ففرق عن النادي الاهلي، فبدا يلعب مبارياته وهو مضغوط. لما النادي الاهلي خرج من بطوله افريقيا بدا النتائج في الدوري تتحسن واللعيبه ترجع، فالاهلي هو اللي فرق وبدا الزمالك هو اللي ضغط الفتره الاخيره. فعدم انتظام الدوري من البدايه وعدم وضع جدول منظم للدوري من البدايه للنهايه اثر على الاداء الفني للاعبين وضغط فريق النادي الاهلي، فبالتالي النادي الاهلي في مباريات كثيره ما قدمش فيها المستوى الفني العالي، وده انا كمدرب اعذر فيها اللاعبين والجهاز الفني، خاصه ان في اصابات كثيره جدا عند النادي الاهلي مش متواجده في اي فرقه. لكن الدوري فيه اثاره، فيه اثاره، لان الدوري لحد دلوقتي ما تحددش مين البطل، وان كان طبعا النادي الاهلي اقرب ليها، ودي من خبراتنا ومن عارفين النادي الاهلي اقرب من انهي جوانب بالظبط يا كابتن؟ يعني احنا لو شايفين، لو بصينا على المنافسه هنلاقي ان الزمالك عنده يعني تكاد تكون نفس الفرص عند النادي الاهلي ان هو يفوز بالدوري برضه، يعني الفرقتين لو كسبوا المباريات بتاعتهم اي فريق هيفوز بالمباريات بتاعته هو اللي هيفوز بالدوري، لان اخر مباراه ما بين اهلي وزمالك وارد جدا اللي يكسب في هذه المباراه هو اللي يفوز ببطوله الدوري. لكن هل في جوانب اخرى من خلالها حضرتك شايف ان النادي الاهلي هو اللي ان شاء الله يكون اقرب للفوز ببطوله الدوري؟ طبعا النادي الاهلي الفتره الاخيره دي في ضغوطات على اللعيبه، اللعيبه ما بتاديش بشكل يعني فني او جمالي زي الفتره اللي قبل كده، لكن الاهلي عنده لعيبه كتير كانت مصابه بدات ترجع بعد اللعيبه، دي بتدي اللعيبه قوه خاصه في الحته الهجوميه، يعني عوده وليد سليمان تفرق مع النادي الاهلي، لما رجع صلاح محسن برضو تدي قوه لخط الهجوم، جايه لما يرجع الفتره الجايه او يرجع المستوى هيضيف لخط الهجوم بتاع النادي الاهلي، يعني العناصر هي اللي مخليه حضرتك تقول مثلا الاهلي وصالح جمعه، وجود صالح جمعه في الفتره دي مع ناصر ماهر، فانت عندك الخط الامامي كويس، لكن محتاج تركيز على المرمى شويه، يعني احنا مشكله النادي الاهلي في الفتره الاخيره حته الاهداف، ودي يعني بخص بالذكر فيها وليد ازارو طبعا، ثم مروان محسن، لكن النادي الاهلي راكب الدوري، النادي الاهلي المباراه اللي جايه بيلعبها مع فرق معظمها هتنزل، وبرده نادي الزمالك ممكن يكون نفس المباريات. طبعا. لكن الاهلي لما تتفرج عليه حتى لو الاهلي مش في ادائه او مش في مستواه بتلاقي فيه فرص كتيره للنادي الاهلي، يعني بتلاقي في ماتش سموحه بتجيله فرص طبعا بيضيع، في حين ما تبص على الجانب الثاني نادي الزمالك مع الداخليه ما جاتلهوش فرص
يعني الهدفين اللي جابهم في الداخليه ضرب الجزاء وكره يعني كره ثابته لكن ما لهوش فرص حقيقيه، ممكن تكون فرصه واحده، في حين النادي الداخليه وصل لمرمى الزمالك اكتر، وبرده كان في المباراه اللي قبلها. فتحس ان الاهلي رغم الضغوطات او هو بيدور على 3 بونت، لكن هو اقرب للمكسب في اللقاء. نادي الزمالك مش اقرب، يعني نادي الزمالك بيبقى الفرقه اللي قدامه ند ليه طوال المباراه، واحنا شفنا المباراه اللي فاتت بتاعه الداخليه لو كان جاب ضربه الجزاء كانت المباراه تخرج تعادل. فعشان كده بقول لك النادي الاهلي، لا شخصيه لعيبه النادي الاهلي اقوى. النادي الاهلي ما بيعتمدش على لاعب واحد، عنده لعيبه كتيره من الخبرات. نادي الزمالك بيعتمد على اللاعب الواحد، يعني لو كهربا مش في حالته الزمالك بيتاثر، فرجاني ساسي لو مش موجود بتلاقي فريق الزمالك متاثر جدا في نص الملعب. لكن النادي الاهلي جماعيته افضل من نادي الزمالك، عشان كده بقول لك النادي الاهلي اقرب للبطوله. طيب خلينا نروح نشوف الجمهور رايه ايه في شكل المنافسه هذا الموسم على بطوله الدوري من خلال التقرير اللي جاي ده. خلينا نروح نشوف ونرجع تاني. في منافسه والشكل اتغير، بدل ما كانوا فرقتين بقوا 3 فرق، لكن كنت شايف ان الاهلي كان قدامه فرصه من بدايه الموسم ان هو يبقى افضل من كده، ضاع مننا نقط كتير يعني. وحاليا دلوقتي ما بندورش على اداء، انت بتدور على نتائج. انا خلاص انا في مرحله الحسم، انا محتاج بطوله فبدور على النتيجه، لكن لما تكلمني على اداء لا مفيش اداء، وخاصة وكمان في معظم الفرق مش الاهلي بس يعني. والله المنافسه ما تتحسبش دلوقتي، لسه الدوري لحد اخر ماتش، بس هي مقربه يعني للاهلي لو تخلى لو كسب مبارياته، ولا حد يقدر يقول مين اللي ينزل الثالث، مين اللي ينزل بعد النجوم والداخليه، ولا حد يقدر يقول المربع الذهبي من المركز الرابع مين اللي يبقى فيه. والله بطوله الدوري السنه دي مختلفه عن كل سنه، احنا شايفينها يعني تقريبا زي الدوري الاوروبي برضو، في منافسه قويه جدا بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، بس ان شاء الله نتمنى ان شاء الله بثقه كبيره الاهلي ان شاء الله يحسمها في اقرب فرصه ان شاء الله. المنافسه طبعا قويه جدا، والفرق اختلف فيها الاداء بالنسبه لكل الفرق. في فرق طبعا اعتمدت على الصرف جامد جدا زي بيراميدز وزي الزمالك، برضو بيساعدوا بعض نفس الكلام وبعدين بيأهلوا بعض، وفي حد بينافسنا طبعا كأهلي طبعا، لكن احنا طبعا أهلي ان شاء الله فوق الجميع باذن الله. اجمل ما فيها التنافس اللي انت ما تبقاش عارف الوضع ايه، حته التباديل والتوافيق اللي موجوده ما بين الفرق دي مديه روح المنافسه العاليه بين الفرق، وبتخلي الماتش يمكن لاخر لحظه، يمكن اخر ماتش اللي فات دوت لغايه دقيقه 97 انت ما انتش عارف ايه النتيجه هتبقى ايه. طيب يعني اراء كلها واضحه يعني من الجماهير بشكل عام، بتحديد جمهور النادي الاهلي في شكل المنافسه على بطوله الدوري، واكيد المنافسه هذا الموسم منافسه صعبه جدا. رايك في منافسه على القمه بالتحديد واختلاف شكل المنافسه على القمه عن المواسم السابقه؟ السنه دي بنشوف اهلي زمالك بيراميدز بينافسوا على بطوله الدوري، الاسباب اللي ممكن تكون ادت لكده من وجهه نظرك ممكن تكون ايه؟ والله طبعا انا اقول لك بصراحه، يعني وجود فريق بيراميدز بامكانياته الماديه ادى للدوري برضو حته قوه وطعم ومنافسه اكبر. يعني فريق محترم، فريق قوي، عنده عناصر، يعني اول مره بنشوف مستويات لعيبه محترفه من البرازيل والامكانيات اللي بتيجي، وزي عمر خربين لعيب كبير يعني، لا عندهم لعيبه محترفه كويسين جدا، فادى للدوري قوه. قوة الدوري أنا شايف إن هو في مصلحة الفرق الكبيرة، مش ما بيضرش، بالعكس يعني النهاردة لما يبقى بيراميدز موجود يبقى في منافسة، ما تبقاش منحصرة بين فريقين. بجانب إن النادي الأهلي والزمالك زي ما قلت لك اتأثروا برضو بالذات النادي الأهلي في البداية بطولة أفريقيا اتأثر بيها، فقرب المسافات بينه وبين بيراميدز
في بدايه المشوار. طيب. لكن لما الاهلي بدا يعني يتفرغ للدوري بدات تبان الفوارق وبدا النادي الاهلي يفرق عن بيراميدز. اما بالنسبه لنادي الزمالك زي ما انا قلت لك قبل كده ان الزمالك كان بيلعب في ظروف سهله جدا في بدايه الموسم، مباراته منتظمه في مسافات بين المباراه والاخرى، اما النادي الاهلي كان مضغوط سفريات افريقيا ومباريات كتيره، فده اثر خلى الفوارق قريبه بين الفرق الثلاثه. لكن في الاخر برضو يعني انتصر الفرق اللي هي ذو قوه وذو خبره وذو تاريخ اللي هو النادي الاهلي ثم الزمالك، لان هم الاثنين اللي في المنافسه على بطوله الدوري. لكن انا شايف ان وجود منافس ثالث او كنت اتمنى رابع او خامس ده كان هيدي الدوري قوه اكتر على المنافسه على القمه، لكن انا شايف ان المنافسه وقوه الدوري وجماله اكتر في صراع الهبوط. وده هنتكلم عليه بس بعد ما نتكلم بشكل مفصل شويه عن النادي الاهلي في بطوله الدوري هذا الموسم، وتحديد اخر كم مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. انت كسبت المباراه قبل الاخيره امام طلائع الجيش بشكل صعب جدا، كسبت مباراه سموحه في الدقائق الاخيره من وقت بدل الضايع. شايف اسباب تاخر النادي الاهلي في احراز الفوز المبكر في المباراه من وجهه نظرك؟ والله اول حاجه انا قلت لك ان اللعيبه يعني اول مره اشعر ان لعيبه الاهلي مضغوطه زياده عن اللزوم. طول عمر النادي الاهلي زياده عن اللزوم. طول عمر النادي الاهلي بيلعب في اجواء صعبه، يعني خاصه اشمعنى الموسم ده الاهلي مضغوط زياده عن اللزوم؟ لان زي ما انا قلت لك ان الزمالك كان فارق عن النادي الاهلي. بيراميدز اول مره فريق يحقق الفوز على النادي الاهلي ماتشين فده ضغط النادي الاهلي. المباريات دي بدات تشكك في حته ان النادي الاهلي ممكن ياخد الدوري. احنا كلاعيبه النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي او يعني عصروا النادي الاهلي كلاعبين عندنا الثقه في فريقنا وعارفين النادي الاهلي بيعرف يحسم البطوله ازاي. لكن على مستوى الجماهير على مستوى الناس كلها بدا يحصل تشكيك في الامر. فاللعيبه برضو بتعيش اجواء التعامل مع السوشيال ميديا ومع المواقع ومع الاعلام، والاعلام انا شايف الفتره اللي فاتت دي يعني ضاغط على النادي الاهلي من الجانب الاخر، بيحاولوا ان هم يعني عارف اللي هو بيشتغلوا على اللاعب اللي هو يعني الحته النفسيه ان هم بيأثروا عليه نفسيا. بالظبط يعني. بالظبط وده حصل فعلا. كتير يعني في يعني زي ما بيقولوا حرب نفسيه على اللعيبه. فحسيت لعيبه الاهلي مضغوطه، يعني لعيبه الاهلي ما بتاديش بالشكل بتاعها اللي المعروف عنهم. زائد الاصابات اللي في النادي الاهلي، تغيير كتير في التشكيل غصب عن المدرب، يمكن لسارتي في الفترة الأخيرة بصراحة مثبت التشكيل، لكن بيغيب برضو عناصر زي كريم نيدفيد لما بيتألق قوي ويبقى كويس وموجود تلاقيه بيتصاب. محمد محمود اتصاب، وليد سليمان اتصاب، عناصر سعد سمير اتصاب، سعد سمير اتصاب، بتلاقي عناصر مؤثرة جدا جه فترة، وليد أزارو اتصاب، أجاهي اتصاب، علي معلول يعني أنت بتتكلم تقريبا الفرقة كلها القايمة تقريبا كلها اتصابت. طيب فكل ده ليه تأثير على لعيبة، فهتلاقي اللعيبة اللي ممكن هتأدي بالشكل اللي الناس متخيلاه، فاللعيبة معذورة هنا. بجانب إن خلاص أنت في الأمطار الأخيرة من الدوري وعندك مباريات شبه متساوية مع الخصم بتاعك اللي هو الزمالك ومطالب منك إنك تكسبها، وبتلاعب فرق هتنزل يعني سموحه الماتش اللي فات فرق معاه وطلائع الجيش فرق معاه، خلاص بتلاعب فرق كلها مهدده بالهبوط كلها. فبالتالي انت ما بتلعبش ماتش سهل. صح. يعني انت بتلعب ماتش بتلاقي فريق قدامك بيقاتل، ماتش انبي برضو في صراع الهبوط. يعني ماتش برضو صعب. فكل ده ليه تاثير على اداء اللاعبين في الملعب. بجانب الحته التهديفيه قدام انا شايف ان يعني لازم يركزوا اكتر من كده. انت كنت نجم كبير ومهاجم كبير واحرزت اهداف كتيره جدا للنادي الاهلي، كمهاجم بتقيم ازاي مهاجم النادي الاهلي واسباب اضاعه الفرص السهله الكتير على مدار الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن يكون اسبابها ايه؟ والله بص انا هكلمك بكل امانه، يعني وليد ازارو مهاجم خطير، انا بيعجبني في تحركاته. مهاجم خطير جدا. يعني المهاجم بدل بيوصل للجون كتير تعرف ان هو مهاجم ذكي جدا بيعرف يتحرك كويس. لكن وليد بيفتقد حاجه اللي هي وليد بيفتقد موهبه احراز الهدف. لازم يشتغل كتير على نفسه، لازم يشتغل شغل تخصص كتير على المرمى. لازم يعني دي حاجه طبعا، بس انا بتكلم بقى كمدرب، انا بيبقى عندي لعيب زي ده بجيبه بدل هو بيوصل المرمى اجيبه واشتغل معاه على الحراس المرمى، اجيب مدرب الحراس واجيبه
واخلي المهاجم بتاعي ينفرد بالمرمى من جميع جوانب الملعب، واقول له الجون بيبقى في الموقف ده بيعمل ايه، بينزل امتى ويقف امتى، لازم يفهم دي. لو عمل ده وليد ازارو هيجيب له في الموسم مش اقل من 30 هدف، لانه بيوصل اقل من 30 هدف، لانه بيوصل كتير جدا، بيوصل كتير. يعني الماتشات اللي فاتت وليد بيضيع كتير، وليد متسرع شويه في حته اخذ القرار، ما بياخدش سنه اللي هي التأني، يعني اللي كانت مثلا مش هقول موجوده في موجوده في مهاجمين كتير في النادي الاهلي. انت مهاجم النادي الاهلي عارف ان بتجيلك فرص، عارف ان اللعيبه هتخلق لك فرص، لازم تبقى مركز ولازم تتوقع ولازم تبقى محضر. مش ظاهره غريبه شويه ان وليد ازارو السنه اللي فاتت يبقى هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف كاكتر لاعب اجنبي في تاريخ الدوري المصري جاب اهداف في موسم واحد، والموسم ده نشوف الكم الهائل من الفرص اللي ممكن ما يكونش موفق في احرازها؟ ما انا بقول لك الاصابات فرقت. الفرقه بيحصل فيها كل كام يعني الاصابه بتاعته فتره طويله دي ممكن تكون اثرت عليه طبعا. واللعيبه اللي حواليه اللي بتتغير. انا النهارده كمهاجم وانا بلعب الجيل بتاعي وانا بلعب عارف محمد عمار هيرفع الاوفر فين، عارف ابراهيم حسن هيوديها فين، عارف ياسر ريان هيلعبها ازاي، عارف هادي خشب هيلعب لي ايه، خلاص احنا حفظنا بعض. لكن لما الاقي بقى مجموعه تانية غير المجموعه دي بتلعب معايا، فانا لما اجي اتحرك انا مش عارف ده هيرفع الاوفر على القريبه ولا على البعيده. نفس الحكايه المهاجم، دي جزئيه مهمه في الحقيقه. طبعا. فهو تغيير اللعيبه من حواليه برضه بيأثر عليه، بيخلي مفيش ربط بينه وبين المجموعه اللي معاه. ليه بنقول لتثبيت التشكيل؟ عشان يبقى في انسجام بين اللعيبه وبين بعضه، يبقى كل واحد عارف ده بيحب ياخد الكره في رجليه ولا بيحب يتحرك ولا الاوفر بتاعه فين. الكلام ده لازم الناس تبقى واخده بالها منه. طيب. دي حاجه مهمه جدا. فتغيير اللعيبه في الملعب، كثره الاصابات ليها تاثير على احراز الاهداف. طيب من لعيبه النادي الاهلي لفت نظرك الموسم ده بشكل كامل؟ يعني شايف ان ده اللعيب يعتبر الابرز في هذا الموسم في صفوف النادي الاهلي، ومع وضع في الاعتبار طبعا انا عارف ان حضرتك كنت ماسك فريق الشباب في النادي الاهلي مواليد 97 من كام سنه كده تقريبا، كنت انا مراسل في التوقيت ده وبنزل اغطي قطاع الناشئين، وكنت شايفك بتمرن الفريق وكان معاك عناصر مميزه جدا من اللي موجودين في الفريق الاول، يعني رمضان صبحي على ما اتذكر، ناصر ماهر، كريم ندفيد، احمد حمدي، واحمد حمدي، ناس كتير جدا. يعني كل دول. طيب تقييمك ليهم ايه؟ يعني احمد حمدي مثلا طلع عار الجونه، كريم ندفيد موجود في النادي الاهلي بيتالق الفتره الاخيره، ناصر، رمضان، رؤيتك ليهم كمدرب ليهم سابق يعني. بص انا هقول لك بامان، انا اللعيبه دي يمكن انا اللي عملت اللعيبه دي عقود، عملت لهم عقود في النادي. معظم اللعيبه دي يمكن كان في اثنين او ثلاثه، ناصر ورمضان وكريم، اتعمل لهم عقود لانه من بدري اتعملت لهم، لكن باقي اللعيبه كلها انا اللي عملت لهم عقود وطلبت ان هم يتعمل لهم عقود في النادي الاهلي، لان قلت دول مستقبل النادي الاهلي. والحمد لله يعني اللي من ضمنهم الاسماء دي طبعا هم كلهم. يعني انا اللي جاب ناصر ماهر النادي الاهلي اصلا. جايبه وهو صغير في الاكاديميه عندي، ناصر ماهر جاي لي من نابروه. وناصر لعب معايا وانا اللي مرنته، وقلت لهم اللعيب ده هيبقى في المستقبل لعيب كبير. ومش عايز اقول يعني كان في موقف، كان في ناس بتطالب ان هو يمشي بدون ذكر اسماء، وانا صممت وحصل مشكله، وكان سيد عبد الحفيظ سيد كان واقف، قلت له يا سيد الولد ده هيبقى نجم في المستقبل وهيبقى لعيب في النادي الاهلي، هيبقى لعيب كبير. قال لي معقوله؟ قلت له شوف انا بقول لك. وفعلا ناصر يعني جبته كان معايا وبتمرن معايا. الاصابه عطلته شويه ناصر. طبعا طبعا جاله صليبي. طبعا ناصر كان قبل الاصابه كان حاجه جامده اعلى من كده بكتير. وكنا متوقعين ان هو هيبقى نجم مصر السنه اللي قبل اللي فاتت. اللي قبل اللي فاتت كمان. طبعا جات له اصابه مرتين مش مره واحده. صليبي مرتين ورا بعض. وكنت معاه في العمليه. بعديها بشهرين يعني اتزحلق عمل اصابه تاني. فطبعا لعيب صغير وحظ سيء جدا يعني. لكن ناصر لعيب كبير، ناصر لسه قدامه كتير. مشكله ناصر وانا بقولها انه للاسف الناس بتقارنه بلعيبه خدت مساحه وخدت وقت وخدت يعني وقت كافي. كانت بتقارن بيه، كان الناس بتقارنه بعبد الله سعيد مثلا. ازاي اقارن لعيب لسه طالع بلعيب لعب مواسم كتيره وخبره؟ اكيد. اقارنه بصالح جمعه؟ لا. ناصر سنه قد ايه والناس دي سنها قد ايه؟ ناصر اول سنه بيلعب مباريات كبيره وبيشارك. لا انا شايف ان هو اداؤه كويس جدا، ومع السنه الجايه اللي بعدها هيبقى نجم النادي الاهلي. ندفيد والتغير في المستوى او التغير في انطباعات كمان الجماهير، يعني ناس كتير كانت طبعاً ندفيد انه لعيب يعني ما يصلحش للنادي الاهلي وكلام كان كتير، شفنا عكس الكلام ده تماما خلال الفتره الاخيره اللي لعبها كريم ندفيد قبل الاصابه مع النادي الاهلي. بص انا كنت جاي لك في الكلام على كريم ندفيد. تمام. كريم ندفيد كانت الناس بتهاجمه في البدايه. انا كنت بتكلم عليه في كل مكان اطلع فيه، اقول كريم ندفيد اصبروا على كريم ندفيد ده هتشوفوا لعيب كبير جدا. يقول لي يا كابتن ازاي وبتاع، انت عارف جات له فتره للامانه
يعني اتحرق مع مدرب قبل كده. تمام. يعني انا كنت بزعل جدا ان هو كان بيديله، ببقى قاعد بتفرج على الماتش اللي بيديله مش وقته. يعني كل ما بيديله الماتشات دي كل ما بيحرق الولد، كل ما بيضغط عليه من الجمهور، كل ما بيخلي الناس ثقتها فيه اقل. فانا قلت كريم نيدفيد ده لعيب كبير جدا، كانت الناس احيانا بتشكك في كلامي درجه بعد كده الناس قالوا لي يا كابتن، قلت لهم انا عارف، بس هو كان مش معنى اطلع لعيب صغير هديله كل المباريات واديله في اوقات صعبه، لا انا لازم اساعده. فكريم لما طلع يعني خد مباريات كتير وحجم مباريات اثرت عليه وخلت في مسافه بينه وبين جمهور النادي الاهلي. لما كريم خد في الاوقات المناسبه واحده واحده والناس شافت كريم وكريم بدا ترجع له الثقه في نفسه، لا لعيب كبير جدا. خلي بالك من افضل اللعيبه في نص الملعب في مصر كريم نيدفيد، وانا بقول لك ده واضح في الحقيقه من خلال المباريات دي حقيقه. كريم نيدفيد انا وانا بلاعب الاهلي في كاس مصر الترسانه والاهلي من اهم العناصر اللي كنت قلقان وبتكلم عليها في المحاضره كريم نيدفيد، قلت لهم اخطر لعيب. وفعلا لانه بيجي عنده ميزه كريم ان هو بيكمل ورا الهجمه، بيخش جوه ال 18 في كل هجمه. فانت اللعيب اللي بيجي مش مراقب من نص الملعب ده اخطر لعيب فعلا. وهو في الحقيقه السنه دي احرز العديد من الاهداف بالطريقه دي يعني مع النادي الاهلي، سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا يعني قبل خروج النادي الاهلي يعني. طب خلينا برضو نتكلم عن صراع الهبوط في بطوله الدوري، وجهه نظرك، وخصوصا في عدد كبير جدا من الفرق اللي بتنافس على البقاء في بطوله الدوري. قبل ما اخد واسمع وجهه نظر حضرتك، خلينا نشوف وجهه نظر الجماهير وتوقعاتهم للفريق الثالث اللي هيهبط مع النجوم والداخليه لدوري الدرجه الثانيه. خلينا نروح نشوف. والله بعد ماتش الاهلي ده انا شايف سموحه اقرب للهبوط، الهبوط الشنيع كمان يعني. يعني هو خلاص كده الفرقه دي في النازل على طول يعني، ما نتمناش ليها بس يعني هو ده الواضح، المؤشرات بتقول كده يعني. سموحه الانتاج الحربي غالبا ممكن يكون الانتاج الحربي. شايف من وجهه نظري بصراحه الاقرب هو حرس الحدود وبتروجيتو، يعني كان حظهم ماشي كويس في يعني كابتن محمد عوده كانت نتائجه كويسه، بس بالظبط، بس بقت تقع. وحرس الحدود برده كان يعني مع العشري برده هو كابتن كبير جدا كابتن طارق العشري، بس حصل هبوط يعني. بس ف يعني شايف ان دول اقرب. طبعا انبي والاسماعيلي، يعني الاسماعيلي عمره يعني مع وقع او الحظ، بس هو يعني بس عشان الحظ الفرقه ضغطت شويه وكان في مباراه وما كانش في توفيق فالاسماعيلي. اعتقد هو حرس الحدود او بتروجيت، والاكثر اللي هيكون اكتر ان شاء الله هيبقى حرس الحدود. اعتقد انه حرس الحدود هو اللي هيبقى فرصته اكبر في النزول يعني. والله هو في كذا فريق طبعا قريب للهبوط، منهم الانتاج الحربي بتروجيت، بس انا شايف الحرس في كذا فريق طبعا قريب للهبوط، لان الدوري فعلا صعب السنه دي والفرق كلها متخربه من بعضها. فانا شايف الاقرب يعني دلوقتي تقريبا يعني في بتروجيت زي ما قلت لحضرتك. تمام. بتروجيت قريبه جدا طبعا، بس طبعا كل شيء وارد يعني، ممكن يقدر ماتشين بيرفع ماتش، ممكن ماتش يرفع وماتش ينزل في ثانيه. تمام. فانا شايف يعني بتروجيت الاقرب. عدد كبير جدا من الفرق اللي بتنافس على البقاء في بطوله الدوري هذا الموسم، يعني خليك معايا كده كابتن، من مركز رقم 7 اللي هو نادي الاسماعيلي اللي عنده 38 نقطه لحد نادي بتروجيت اللي عنده 34 نقطه في المركز ال 16، كل دي فرق بتنافس على البقاء في بطوله الدوري. الظاهره دي تفسيرك ليها ايه الاول الموسم ده؟ والله دي اللي خلى ان الامور تعمل كده والفرق الكبيره تقع بدايه الموسم. يعني بتروجيت كان واقع جدا في بدايه الموسم، انبي كان واقع في بدايه الموسم، بدا بدايه سيئه. فلما يبقى وادي دجله بدا بدايه سيئه جدا، الفرق اللي هي يعني عايزين نقول ان هي بدايتها ما كانتش كويسه، سموحه. لما الفرق الكبيره تبدا وحش وما تجمعش وتبدا الفرق الصغيره تجمع، يحصل في اخر الموسم ان الفرق الكبيره تخش في المعترك ده، ان هي ممكن تهدد بالهبوط زي السنه دي. ليه؟ انبي اخر ماتش الاخراني ده فرق مع انبي جدا، اللي كسبوا الماتش الاخراني كان ممكن انبي يبقى فرصه تبقى، وما زال في اللعبه يعني، انبي ما زال في اللعبه ب 36 وعنده الاهلي. لكن انبي ممكن يكون عنده ماتش بعد كده مع المقاصة ومع النجوم، ممكن يقدر لو جمع ثلاث نقط يعدي. ف
الفرق الكبيره لما بتيجي في البدايه وتبقى هي اللي في مرحله الهبوط ويجي الدور الثاني ما تجمعش بسرعه يحصل الموقف اللي انت شايفه ده. زائد ان حرس الحدود حصل لي صحوه في اخر ماتشين اللي فاتوا خد 6 بونت. كان حرس الحدود اي نتيجه مكسبه اللي كان اعتقد الاسماعيلي والماتش اللي فات كان بيلعب مباراه وكسب كسب المصري فطبعا مباراتين ما كانوش في الحسبان. يعني بتلعب الاسماعيلي والمصري وتاخد 6 بونت فرقوا جدا مع حرس الحدود. دخل حرس الحدود في قلب الفرق دي فعلا. كان هو اول فرقه دلوقتي رغم ان بتروجيت بدا يجمع الفتره اللي فاتت مع عوده الا انه هزيمته الماتش اللي فات مع طلائع الجيش اثرت عليه جدا طبعا. يعني هو لو كان يتعادل هو طلائع الجيش كانت لسه الامور بين الفرق كلها متساويه. لكن النهارده بتروجيت الماتش الجاي عنده سموحه وسموحه 35 نقطه وهو 34 فانت بتتكلم الفرقتين مهددين اي فرقه فيهم ما تخسر ما فيش وقت يجمع تاني. هيبقى كده هو اكبر فرقه بنسبه كبيره بنسبه 90% ممكن ينزل ده اللي هو بتروجيت مين؟ اللي هو بتروجيت ولا بتروجيت وسموحه ده 34 وده 35 طب تتوقع مين يا كابتن من الفرق والحرس عنده الزمالك. يعني انت بتتكلم في فرق هتلاعب فرق القمه وهيلعبوا بعض فالمواجهات كلها هتبقى طبعا هتبقى صعبه. عندك انبي مثلا هيلاعب الاهلي، عندك الانتاج الحربي 36 نقطه هيلاعب الزمالك وهيلاعب اعتقد المصري او المقصه. فانت بتتكلم في الانتاج الحربي اللي كان رابع الدوري الفترة الأخيرة بقاله فترة ما جمعش فبقى دخل في اللعبة لأنه 36 نقطة مركز 11 36 نقطة 36 تعرف 36 فرق بينه وبين الفرقة اللي نقطتين تنزل نقطتين يعني بتتكلم في ماتش يعني ممكن أي فرقة تنزل ستة منهم إنبي مثلا. أنا بتكلم عامة مش الإنتاج بس كل الفرق اللي عندها 36. طب من رؤيتك أنت يا كابتن وتوقعك كده مين الفريق الثالث اللي هيهبط مع النجوم الداخلية؟ والله بص هي الأمور كده بتقول ان هي بين برضه حرس الحدود وبتروجيت اقرب الاثنين. ليه؟ لان بتروجيت عنده المباراه الجايه صعبه مع سموحه تمام. اي خساره خلاص انت بتتكلم فاضلك ماتشين هتبقى انت اقرب خلاص. طبعا فكده بتروجيت ضروري الماتش الجاي يكسب وسموحه ضروري الماتش الجاي يكسب. لو الفرقتين اتعادلوا وحصل ان حرس حدود كسب ماتش خلاص هيبقى سايبهم هما الاثنين تحت. فانا شايف ان هي بين بتروجيت وحرس الحدود يعني اقرب اثنين للهبوط. وان كان كل الفرق الثانيه برضو مهدده طبعا بما فيهم الجونه والاتحاد السكندري والانتاج وسموحه نتمنى ان الفريق الاقوى هو اللي يفضل في بطوله الدوري عشان نشوف السنه الجايه بطوله قويه جدا من كل الفرق ان شاء الله باذن الله تشارك في بطوله الدوري الممتاز الموسم القادم. طيب ده كان ملف مهم جدا هو بيتعلق في الفرق المتعرضه او مهدده بالهبوط للدرجه الثانيه. عايز اروح لملف اخر معاك يا كابتن كشري قبل ما الوقت يداهمنا خلاص يعني 10 دقائق واتكلم معاك عن نجم كبير جدا زي محمد صلاح ومسيرته الاحترافيه الرائعه واللي بتتوج اخيرا الموسم الحالي بهدف بطوله الدوري الموسم الثاني على التوالي. بتقيم ازاي التجربه دي وبتقيم ازاي شخصيه محمد صلاح اللي ساعدته على الوصول لكل هذه الانجازات وكمان الوصول مع فريق ليفربول لنهائي الشامبيونز ليج الموسم الثاني على التوالي؟ بص محمد صلاح يعني خلق حاله وخلق يعني طموح لكل اللعيبه مش المصريين بس العرب. محمد صلاح نموذج للاعب الملتزم. كويس. أول حاجة محمد راح احترف بره يعتبر صغير بس مش صغير قوي إن كان لو راح بدري شوية هو النني بس استغلوا الفترة اللي راحوا فيها بدأوا بالدوري السويسري ببازل السويسري. قدموا فيه موسم كويس الاثنين. صلاح عمل موسم رائع معاهم راح تشيلسي. دخل في تشيلسي مع نجوم العالم معاه ما تأقلمش لما خرج وراح فورنتينا عمل حاله غير طبيعيه. اول حاجه محمد صلاح قبل ما اتكلم على محمد صلاح اللاعب اتكلم على محمد صلاح الشخصيه والعقليه. اول حاجه متزن في تصريحاته طبعا. قريب من ربنا يعني نقول عنده حته التعامل مع السوشيال ميديا والكلام ده بذكاء وبهدوء. اكتسب من فتره احترافه خبره كبيره جدا. عنده قبول ف
فسبحان الله تحس يعني كل الناس بتحبه يعني. محمد صلاح ما لعبش الا في اهلي ولا في زمالك تمام، لكن سبحان الله كلنا نقعد نبقى بنتمنى ان محمد صلاح يوفق، فتلاقي بالزبط. كل الناس دي حقيقة بتدعي له، فتلاقيه في بعض المباريات تحس ان الجون اللي جابه يعني دعاء الناس صعب. يعني بتخبط في اربع خمس، لكن هو لعيب عنده الموهبه ولعيب مميز اكيد. انا بكلمك محمد صلاح الاول بني ادم، لكن اكلمك عن محمد صلاح لاعب الكوره، هو عنده ميزه من اهم عنصر في كره القدم، السرعه. السرعه صح، السرعه دي بتخلي محمد صلاح بيسبق اي لاعب وبيبقى اقرب للكوره. انا النهارده لو لعيب مهاري انا بحاول ان ارقص اللعيب اللي قدامي او اعدي من اللعيب اللي قدامي عشان اتخلص منه. هو بسرعه محمد صلاح بيتجاوز الموضوع ده. فمحمد سرعه محمد فرق معاه جدا تمام. بتخليه دايما بيتحط في موقف افضل من المدافعين تمام. زائد ان هو اشتغل على نفسه كويس قوي، بدا يشتغل السنه دي كمان على الفينش على الجون اكتر من السنه اللي فاتت، بقى بيجيب جوان صعبه بيلعب مع زمايله جماعي بدا يشتغل شويه على حته القوه، ان هو كان واحد ضد واحد انه يقف على الكوره بيعملها السنه دي افضل من السنه اللي فاتت. لا انا شايف ان محمد اتطور من ادائه كتير جدا، وحاجه كلنا يعني نفتخر بيها يعني. وشرف لمصر وشرف لينا، وعمل حاله جميله جدا، فانا بتمنى له التوفيق وان شاء الله يبقى يعني بطل دوري مصر وبطل الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ياخد بطوله اوروبا ومع منتخب مصر ان شاء الله يفرق معانا في بطوله الامم الافريقيه. طب خلينا نروح نشوف كلمه من جمهور النادي الاهلي محمد صلاح قبل المباراه الحاسمه امام توتنهام في نهائي الشامبيونز ليج. نروح نشوف جمهور النادي الاهلي بيقول له ونرجع مره ثانيه. يا بخت مصر بيك يا محمد، صارت هذه الاهداف من اختصاص محمد صلاح. تشعر بالفخر، تشعر بالاعتزاز كعربي كمصري، لان محمد صلاح سجل. صلاح محمد صلاح، هذا الصغير، هذا القصير، لكن لم يكن كذلك في الكرة الماضية. طبعا حاجه تشرفنا وحاجه تسعدنا كلنا كمصريين، احنا فخورين بيه جدا وسعداء بيه بصراحه. يعني تاني سنه دي حاجه ما حصلتش قبل كده، يعني يكون واحد هداف لاعب مصري ولاعب افريقي يفوز سنتين ورا بعض بالحذاء الذهبي، حاجه فخر لينا وتعتبر ده مصدر الهام لناس كتير. فاحنا يعني بنهنيه وبنشكره على الانجاز دوت اللي فعلا رفع بيه راسنا، وفعلا هو فخر العرب كلنا ان شاء الله. بقوله تشكر الله سبحانه وتعالى اولا، وتشكر كل من يحبك لاخلاصك وتفانيك وحبك لبلدك، وان التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكون ان محمد صلاح ابن مصر ان دل على شيء فانما يدل على ان مصر بلد ولاده في كل شيء وفي كل المجالات. يعني احمد زويل مصر، مجدي يعقوب مصر، محمد صلاح مصر، فهو واحد من الأهرام الرياضية التي يعني استطاعت أن تثبت أن مصر ستظل هي أم الدنيا وأم العالم حتى يعني ولو كره الكارهون. طبعا دي حاجة كويسة جدا، ويعني دي أول مرة نشوف لعيب مصري يوصل لليفل ده وينافس على أهم ثلاث لعيبة في العالم. أعتقد أن يعني تقدر تقول الملخص الفوز امبارح أنه رسالة للناس، يعني سيبوا الراجل في حاله، هو بيشتغل، هو بيموت نفسه، هو اعتقد ان هو اصبح البروفيشنال الوحيد اللي في مصر، لازم نبقى سبورتد ليه. ما اعتقدش ان احنا في يوم كل يوم بيظهر لنا محمد صلاح بيوصل لثلاث احسن لعيبه في العالم ولا بياخد الجولدن بوت كل سنه، فاستمتعوا بمحمد صلاح، سيبوه، اعتقد ان هو ماشي في كارير هو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. يعني انا بقول له مبروك، انت فعلا حاجه مفرحانا كل يوم، اصبحت حاله، مش مجرد لعيب، انت اصبحت حاله، بقيت قدوه، يعني مفيش كلام بعد كده. متهيألي انا حابه اقول ان هو دلوقتي بقى شخصيه بتاثر جدا، اي حاجه بيعملها بتاثر دلوقتي في شباب كتير، فهو دلوقتي بقى قدوه، ف يعني وبقى رمز وحاجه كبيره، فالف مبروك ومن نجاح لنجاح. ومفروض اكيد مصري وبيمثلنا بقى وكده. انا شايف محمد صلاح ده واجهه مشرفه لمصر وللمصريين،
ويعتبر رمز لكل المصريين، وربنا يحميه وربنا يوفقه من توفيق ومن نجاح لنجاح، وربنا نشوفه كده ان شاء الله في ريال مدريد ان شاء الله. ان شاء الله في ريال مدريد، عشان انا ريال مدريد. سريعا نختم بملف المنتخب المصري واستعداداته لبطولة الأمم الأفريقية. توقعاتك للمنتخب في هذه البطولة، وخصوصا انها تقام في الأراضي المصرية بحضور الجماهير المصرية، رؤيتك للاستعدادات وتوقعاتك للمنتخب في تحقيق هذا اللقب ان شاء الله؟ والله بص، هو على مستوى الاستعدادات انا مش حاسس ان منتخب مصر استعد كويس للبطولة، لان فعلا طبعا لان الفتره اللي فاتت الراجل كان بيجيب مجموعه لعيبه عايز يشوفها يمكن للمستقبل، اشتغل بيهم مباراتين وديتين، لكن ما لعبش بالفريق الاساسي او ما اشتغلش بيه في مباراه كبيره. فحته الاستعداد دي ممكن بقى قبل البطوله نشوف الشكل الاساسي للمنتخب او قوام المنتخب، لكن على مستوى البطوله هي بطوله صعبه جدا. نتمنى طبعا ان مصر تحققها، وان كان انا شايف ان هي بطوله صعبه لان في فرق كبيره جدا في البطوله، فريق السنغال فريق جامد جدا، فريق الكاميرون فريق قوي، فريق نيجيريا، المغرب فرقه قويه جدا. عندك الجزائر، عندك كوت ديفوار، تونس، لا يعني في فرق تقيله. البطوله مش سهله. على ملعبنا، نتمنى ان عامل الملعب والجمهور يكون ليه تاثير في وجود كمان محمد صلاح والعناصر اللي عندنا ان شاء الله ربنا يوفقها، لكن انا شايف ان هي بطوله صعبه. لو قدرنا نفوز بالبطوله دي لا هتبقى من البطولات القويه جدا جدا، ان احنا نقدر يعني نقول ان احنا خدنا بطوله صعبه، لان كمان عدد الفرق المشاركه فيها اكبر من 24 فريق طبعا. 24 فريق، فلا بطوله صعبه. نتمنى مصر ان هي تاخدها، ونتمنى نبين الكره المصريه بشكلها الجمالي، ونشوف محمد صلاح ونشوف زمايله في الملعب باداء يغير مفاهيم اللي احنا شفناها السنه دي في الدوري، يعني نغير شويه الاداء والحاجات اللي حصلت في الدوري ان شاء الله. اكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري في تحقيق هذا اللقب الهام ان شاء الله، الحقام على الاراضي المصريه، والجمهور المصري اكيد هيكون ليه دور كبير جدا فوز المنتخب ببطوله الامم الافريقيه. كابتن كشري نورتني وشرفتني، وانا كنت سعيد جدا حضرتك موجود معانا النهارده. حبيبي امير ميرسي، واشكرك، وانا سعيد ان في قناه الاهلي بيتي ومكاني وصاحب الفضل عليا النادي الاهلي، فاشكرك جزيلا. نورتنا وشرفتنا طبعا كابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي السابق، اتكلمنا في العديد من الامور بتخص الكره المصريه بشكل عام، وبالتحديد كمان فيما يخص النادي الاهلي. اكيد كانت فقره مهمه ومميزه جدا جدا. دي كانت حلقتنا النهارده من الاهلي ليله، استنونا حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.